اكتبوا الإجابة اللي ترغبون إنكم إنها تذهب لأي مجموعة من المجموعات، واكتبوا الإجابة اللي تشوفون إنها صحيحة. طيب سم أبشر. طيب على بال ما يجهز الاتصال، عندنا شيء نستعد فيه ونتشرف فيه ودائما نتكلم فيه، وراح نكون دائما نحث على الخير لحين اكتماله بإذن الله، وقف أم الأوقاف لله في كل ليلة عتقاء من النار. فهنيئا لمن بادر فيها الليالي الفضيلة، وهنيئا لمن نال القبول بإذن الله. وقف أم الأوقاف يبني سبع أوقاف، وهذه الميزة الجميلة في هالوقف، إن أي مبلغ تدفع في هالوقف يبني لك سبع أوقاف إفطار صائمين، كفالة يتيم، وحديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وسقي الماء، وحديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصدقات سقي الماء، والمطلقات والأرامل وإفطار الصائمين والكسوة وغيرها من الأوقاف السبع. فلا تحرمون أنفسكم الأجر. وبما أنكم واقفين يا شباب، أبغى أسمع من كل واحد منكم كلمة، ثم بعدها نرجع إلى موضوع الاتصالات. أول شيء جزاك خير أبو نايف، وإجزاء أخواني خير شاهد جميعا، والجمهور اللي واقف اليوم. الفقرة اللي قبل هذه مع الشيخ علي ياسين، شفنا التبرعات وشفنا وقفات الجمهور اللي مبالغة، يعني فرحتنا صراحة، نحن فرحنا فيها. ونقول تكفون تكفون، لا توقفون على الشيء هذا. وقف أم الأوقاف محتاجة وقفتكم، ونبيكم تفرحونا. اليوم بيطلع منا واحد، نبي الأسبوع الجاي ما يطلع منا واحد إلا قد أكتمل الوقف إن شاء الله، أو أكتمل أكثر من نص وقف إن شاء الله بإذن الله تعالى يا رب. والأرقام عموما ظاهرة على الشاشة. أبو نايف، أنا للأمانة فخور بجمهور كذا، وجمهور سعودي والشعب السعودي عفوا والشعب الخليجي كافة على الخير، وأي شيء فيه خير يدخلون فيه ويبادرون فيه، عسى ربي يكتب أجرهم. وقف أم الأوقاف اختصرت لهم الشيء الكثير، يعني بما أنهم يدورون أسر محتاجة، عندك هنا سبع أوقاف تشمل الشيء الكثير، فك الكربة ومنها يعني إلى آخره، يعني من الأوقاف أفطار الصائمين، أفطار الصائمين وفك الكربة وسقي الماء والأرامل والمطلقات، يعني فك الكربة يعني أهم حاجة يعني. ممتاز. فأنا أتمنى أنهم يبادرون الآن، يعني قبل يكملون الحلقة يطلع 30 ثانية يتبرع ب250 ريال، يكفل يتيم عن نفسه، 500 ريال يكفل يتيم عنه وعن والديه. الله يكتب أجرهم، هذا أمنيت أنهم يطلعون الآن ويتبرعون الآن ويبادرون. الله يكتب أجرهم. الله يجزاك خير. الله يجزاكم بالخير. أنت من الناس اللي رحت للوقف وشفت بعيونك. صحيح يا أبو نايف. أول شيء الله يجزا القائمين على الجمعية بالخير، ويعطيهم العافية على جهودهم الجبارة، اللي من ضمنها إفطار وقف إفطار الصائمين اللي في الحرم، في ساحات الحرم. الله يعطيهم العافية ويكفيهم شر هالدنيا، والصدقة هجرها عظيم، وتزيد في الرزق وتزيد في حلالك وفي رزقك، وتفتح لك أبواب كثيرة في حياتك، وبتشوف أثرها في حياتك قبل موتك. حنا رحنا لمكة سفراء، واجهنا طلع عمر السلامة الشعور اللي نشوف الناس اللي يتبرعون والناس اللي يفطرون بسبب الناس اللي يتبرعون، شعور عظيم جدا. وأسأل الله التوفيق للجميع الناس اللي تبرعوا وساهموا في نشر هذا الوقف، وحنا في شهر خير، ونتمنى من الناس انهم يساهمون حتى لو بالنشر. يا سلام. الله يجزاهم بالخير جميعا. والتبرع في هالوقف ما ياخذ ابدا وقت، والروابط موجوده حتى اخر تغريده نزلت في حسابي في تويتر، بس اضغط على الرابط مباشره، ولا اي احد من الشباب اللي جالسين ينشرون من هالروابط الموجوده، والتبرع ما راح ياخذ وقت. كنت بتقول شيء يا حبيبي بن سابر؟ وش تسمح لي اوقف؟ أشكر كل من دعا لي أمس، كل من وقف معي من الجمهور اللي لولاهم والله كان يمكن ما كملت البرنامج، لكن حاب نشكرهم